لا حول ولا قوة إلا بالله. والله مو طبيعي مو طبيعي والله بجرب بس دخلت خليني تصوير قال لي اجرب برنامج والله شوف البرنامج ده هذا البرنامج يقيس لك درجة الصوت حقتك تخيل شوف اسكت عارف ليه؟ عندنا اعلان كي اف سي دحين فبستنى عبد الرحمن يجي ونجيب كي اف سي ونسوي ايش تخيل حنسوي ايش انه يكون الوضع مره هادي نقفل المكيفات ونجيب كي اف سي وبعدين نقرمش حلو ونشوف مين يطلع اعلى قرمشه وايش يكون ايش رايك انا اللي حفوز طبعا لانه انا حطلع اكثر قرمشه في الحياه في شيبس ولا ما في شيبس هنا في شيبس لز صح في شيبس لز بغش ها ما ابغى غش يا ابن الحلال قطعت الدجاجه شيبس اسمع اللي هيجيب اعلى قرمشه هو اللي هياخذ هو اللي حيفوز استنى عبد الرحمن يجي وبعدين عبد الرحمن قال لي الساعه 3 حيجي ودحين الساعه 4 ونص وانا قاعد متحمس على الفكره لي ساعتين قاعد كذا في المكتب قاعد طبعا من فوقك ولا تخرب نفس خش افتح خش شايف اشياء افتح يا عمي هو شو؟ اه لا والله شو هذا راح ساعتين والطريق كله زحمه كم صدق يعني هذا كذا مو قلت لك في تصويري وفي حلقه وكي اف سي وكل شيء بس ما قلت لك ايش حنسوي اللي جاي بتحس ايش تحدي فرع كي اف سي كامل ولا ايش حلقه يا يوتيوب استديو اكل كثير حق النقنقه حق النقنقه المهم يا جماعه والله انا جبت من الطلبه الجديد كي اف سي KFC وجبتنا الحبيبة هذه هذا الكيف سي اللي تعاون مع ليز في الكرانشنس الله الله شوف طب كل عشان جايك بهرجة بعد شوية بس اسمع انت يعني شفت كيف المستوى انا اللي جربته اول البرجر الان هذه قطعة دجاج انا جربت قطعة الدجاج كيف يا واد دق دق اوف هذا والله مرة طيب عن نفس قطع الشيبس مع التتبيلة داخلة القرمشة صارت أغلب والبهارات كمان عليها زيادة روعة صراحة سهنيك عبدو والله جاء حار الصراحة حبيب هذا هو الشيبس الموجود هنا في القلطة هذه كيف سي عملوا تعاون مع ليز ماكس وهذا الطلب اسمه كرانشي هذا هو الشيبس لا تغلق أبغى فرجة ثانية تبغى شوف فرجة ثانية ايش الهرجة يا امير بالله يا اخي ريح لي قلبي ترى كل 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 شوف ايش الموضوع ما اقدر اقول لك كل لا شريف. عادي اقول له عادي اقول له ما هو موضوع ماشي عشان يقعد يفكر يا شريف دحين هو لو قلت له الهرجة حيقعد يفكر فاهم صح حطه في الامر الواقع ده والله مره جام ده اللي انا اكلته ايوه مره طيب ايش هذا حقك ايوه احس عشان ليز ماكس وكذا تزبط معي الجبنه شوي جبنه بسم الله يا واد من جد يا اخي صار شيء طعم ثاني مختلف ولذيذ طيب يلا التحدي حقنا بسوي دحين فرايح اصبر ايش هالجا ما اقدر اقول لك دحين التحدي كالتالي طبعا اللي يفوز بالتحدي حيلطش الثاني امزمزه انت ما تبغى ضرب لا ما تبغى ضرب هذا اكتشفت لك برنامج بالنذينه جربته يعني اول قبل ما تيجي حلو كنت قاعد اجرب انطم ايش هالجا اسكت طيب وين كمان شوف هذا البرنامج يقيس لك مدى الصوت الديسيبل حق الصوت يقيس لك هو حنسوي هدوء تام نقفل المكيفات وكل شيء طيب الله طيب اوكي موافق واللي تطلع قرمشه اكثر هو اللي حيفوز كم محاوله عند كل واحد محاولتين حلو جاب الاحمر ولا لا مره ما جاب ولا شيء دقيقه عندي محاوله ثانيه يا شباب معدل الصوت طبيعي الصراحة ما ورب اقسم بالله قرمشة في مخي لك ورب لو حطيتها في امك لا عرفت ايش عارف الحركة دي هذه محاولة الأولى يا ولد انا الفايز زيك صراحة اقول هي انا محاولة الأولى طيب اصبر بس
اقولك اقسم بالله المحاولة الثانية دحين المحاولة الثانية ولا تكتر كلام دقيقة دقيقة بطل غش ما حطينا قوانين كل واحد عنده ثلاثة محاولات لا محاولتين احنا اتفقنا محاولتين احنا اتفقنا كانت محاولة وانت خليت اجلس ياي ايش تبغى بطل غش مبروك يا امير غشاء ايه والله غش كله في الكاميرا ترى لا تسوي عندك الفار ترى تحكم ترى في فار حبيبي اهدى هديني سووا على طول علامة النصر فاهم شريف والله الصوت مرة عادي يعني هل... الفايز في الايديت في الايديت في المونتاج حتعرف انتوا احكم يا جماعة بالله شوفوا رأينا في أمير كذا ما أخذها يا مام سوي نفسه رجل الغابة الحمد لله أنا بحمد ربنا إنه إحنا عايشين إحنا الاثنين إلى الآن والله من جد يا أخي كم أول ما نطف في الكاميرا حبيب يكون يكون من الناس الحبايب القلب والممتعين دائما حبيبي مين ها ترم عليه لا لا لا, لا, لا على شيخ خليل عشان الرواتب بسم الله الرحمن الرحيم إيش قلت ولا شيء ولا شيء سنة بسم الله الرحمن الرحيم أنا حزبطك سوي إيه سوي كل شيء بس كل شيء بس لا حد يتحرك طيب انت قال لك ساعدته يو طلع البرزيشن يعني كده ما يتكلم قلت له قول لنا ايش رايك في الدجاج والله الصراحه كويس مره لذيذ طعم صح مره طعم الحمد لله اتوقع ان اليوم انا فزت في التحديات كلها يا ابويا سري يا ابويا سري غشاش وراسلنا اجيب الاكل وانا ماسك الزحمه وانا اللي دافع الحساب وانا وانا كل شيء وكمان تبى تفوز اول حاجه انت ليه رحت جبت الاكل بنفسك في تطبيق كي اف سي ليش بس خلاص يلا معليش حصل خير مو في تطبيق كي اف سي كان ريحتي اقسم بالله من جد يا اخي مره جاي اطلب من تطبيق كي اف سي طيب واذا انت بتطلب اطلبه من تطبيق كي اف سي اي والله انا ترى دائما في البيت اطلب من كي اف سي او تاكل في السياره تخيل والله كان السياره يمينا بالله يا ولد كان الاف جي قلب كي اف جي بس والله صراحة استمتعنا أتوقع أغلب الناس جربوا KFC لازم ما أعرف إذا ما جربته جرب مرة طيب ترى والقرمشة فيه والسبايسينس اللي فيه مرة رهيبة إيوة. أنصح به وترى شوفوا أنا والله كنت مترقب إنه الفيديو اللي فات يوصل 100,000 عشان الأخ الفاضل لا زال لا زال لا زال أصبر لا زال الحد شغال أول ما يوصل 100,000 حيصير حيصير مقطع خمس ما لنا دخل أول ما يوصل 100,000 حتصير الفيديو زي ما قلنا حط الفيديو الظروف الجاية انا وامير وتركي انت حتنديك ظرف واحد مكتوب عليه 5 ريال عادي وحنديك كل هلالات عشان تقسمه على كيفك فاهم حلو او نص نص حنديك كم نص يعني 5 5 25 4 6 انصاص ليه النص 3 ريال يا اخي لا تفضحنا لا تفضح 10 10 انصاص كيف حسبتها انا سووا لايك وعشان اذا برضو هذا الفيديو جاب تفاعل كبير امير حينضم في ال5 ريال ايوه يا جماعه اذا الفيديو هذا يا جماعه الفيديو هذا اللي جاب 100,000 لايك امير هيخش بس 7 ريال حلو نعمه انا مصور وعبد الرحمن ب 15 يلا كان معاكم الحوت عبد الرحمن واليونك وامير من قناه ليفت ان شي سلام